السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نشتغل على بلوكس كاد 3D. طيب خلينا نرسم 3D وليكن مثلا سلندر. طيب عايز اكرره، هقول له كنترول سي كنترول في. طيب عايز ده اديله مثلا، اخلي ده مثلا 8 وده 8. طيب بعد كده عايز ان انا اطرحهم من بعض مثلا، فاقول له set ops واقول له ده من دوت. طيب في نقطة برضو ان هما الاثنين نفس اللون فمش هيفرق كتير، فعشان الفرق يبان خلينا نديله color معين كده اهو، وخلينا نقول له render. سلندر بس مش مظبوطة، وهقول له رندر. طيب انا عايز الموضوع اقدر اتحكم فيه بشكل افضل، فهنعمل حاجة اسمها variable واقول له set item to، و item هنا ممكن اقول له new variable وليكن مثلا هاي HEIGHT. تمام اهو، ده بقى المفروض يبقى كام. وبعد كده هروح للماس وابدا اسحب، وخلينا نحط هنا مثلا الرقم ده يكون مثلا 18. يبقى انا كده حددت الهاي ب 18. طيب نروح بقى للفاريبل والاقي الهاي اهوت. تمام ابدا احطه مثلا هنا واكرره واخليه هنا ونقول له رندر. تمام طيب غيرنا الرقم ده وخليناه 22. زي ما انت شايف بيتغير على طول. طيب عايزين نعمل متغير تاني للسلندر الداخلية، فهقول له variable وقول له set اهو، وهقول له ده خليه new variable وقول له ده inner radius وقول له اوكي. طيب عايز اديله رقم، هقول له ماس واقول له اهوت واقول له خلي لي ده مثلا ب8. طيب هخش بقى هنا على الفاريبل واقول له الانر radius اهي واقول له دوت. طيب بعد كده عايز اعمل بقى للداخل الخارجي، بس هضطر بقى اكتبه مرة تانية. لا ممكن نعمل حاجة تانية، ان انا هستعين بالعمليات الحسابية اللي هي مثلا الجمع هيت. تمام واقول له هنا انا عايز اخد الانر ريديس دوت هنجمع عليه مثلا 3، وبعد كده هاخد ده كله وهبدا اسحب واحط هنا وهبدا اسحب ده برضو. بالشكل دوت. طيب نجرب بسم الله او ظهر بالشكل دوت. طيب بدل 8 دي هخليها 15، يبقى 15 هيتغير هنا هيتغير هنا، هنزود عليه 3 و3 هنا، ده بالشكل دوت. طيب خلينا نغير ده مثلا نخليه 3. اظن دي اسهل طريقة نفهم بيها فكرة المتغيرات والبراماتيك والحاجات دي كلها. طيب في حاجة جميلة برضو، ان انا ممكن اجي هنا عن سلندر واقول له انا عايز اعملها بالشكل دوت، تكسرنا الانبوت بالشكل دوت او ترجعها للشكل ده زي ما انت عايز.